طيب كابتن محمد، اخيرا طريقه اللعب بقى، او يعني كيف سيلعب النادي الاهلي، كيف سيلاقي النادي الاهلي الترجي؟ هل مثلا في ناس تقول لك كولر سينتظر ليرى كيف سيلعب نادي الترجي، ثم يعني مع بدايه الشوط الثاني يغير من طريقه لعبه كيفما يرى؟ وفي ناس تقول لك لا، هينزل من الاول يحاول ان يفرض اسلوبه. انا رايي يلعب عادي بنفس اسلوبه اللي بيلعب بيه. النادي الاهلي مع كولر بيلعب كوره مباشره، كوره سريعه، عنده حته الاستحواذ بشكل كويس جدا بتتعمل، حته الضغط كمان لما بيكون فعلا فرقه فايقه والنادي الاهلي بحالته بيعمل ضغط عالي بشكل كويس جدا. فانا وجهه نظري ان يلعب المباراه بتاعت رادس زي المباراه بتاعت القاهره، يتعامل معاهم كانهم، خلي بالك الفرق الكبيره دي لما بتوصل نهائي الظروف عادي، هم بالنسبه لهم لعبوا قبل كده في استاد القاهره ولعبوا في برج العرب وعملوا موضوع بسيط. صحيح صحيح. واحنا لعبنا في رادس برضو كتير قوي اللعيبه، حتى لو في مجموعه من اللعيبه الموجوده دلوقتي بعضهم ما لعبش، لكن في النهايه كنادي اهلي كفريق اهلي اللعيبه الكبيره موجوده، هتنقل خبرات اللعيبه الصغيره، لعبوا في استاد رادس فمش هتبقى فيه حته ايه الخوف. انا وجهه نظري ان هو يلعب بشكل عادي خالص ويضغط على فرقه الترجي على الاقل في بعض اوقات المباراه، لكن انه يميل للدفاع او يميل للتحفظ او يتراجع زي ما في بعض الاوقات شفنا ان الاهلي بيرجع نص ملعب ويبقى في تحفظ شديد، دي هتدي معنويات لفرقه الترجي وهتدي له تفوق. يعني كابتن محمد، رسالتك اخيرا لكل لاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. ان شاء الله ربنا يسهل، يعني انا متفائل ان شاء الله الاهلي يعني يفوز باللقب ويبقى ثالث لقب على التوالي، دي يعني حاجه مهمه جدا، وفي نفس الوقت كمان الاهلي ليه باع كبير قوي في افريقيا، فالترجي بيعمل حساب للاهلي، بوصل للعيبه ان والجهاز انتوا بتمثلوا نادي اكبر نادي في افريقيا والشرق الاوسط، والناس ومع احترامي طبعا الجانب التونسي وجانب فريق الترجي مهما كان عاملين حساب للنادي الاهلي بشكل قوي طبعا. يعني ان شاء الله بنتمنى الفوز ونتمنى ان هم يبقوا موفقين ونتمنى يرجعوا بنتيجه كويسه، لكن انا بقول المباراتين مربوطين ببعض الاثنين، مفيش مباراه على حساب مباراه يعني. كابتن محمد، شرفت ونورت وسعيد جدا جدا بهذه المكالمه، دايما بنستمتع بوجودك معنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن محمد يوسف، نائب المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم ونجم النادي الاهلي السابق ونجم منتخبنا الوطني السابق.